بعد الاحداث دي الكل شاف بقى الاتحاد الافريقي بيدين الاحداث في المباراتين ماتش الاهلي والرجاء وماتش الترجي وشبيبه القبائل. ماتش الرجاء والاهلي انت توقعاتك كده هيبقى فيه عقوبات بناء على الفيديوهات؟ خلي بالك ما شفناش يعني عشان كده حتى احنا قبل ما نصور بتكلم مع محمد ان احنا في التلفزيون. انا بصراحه لما شفت البيان بتاع الكاف قعدت اقول نفسي ايه ده هو الجمهور رجع عمل ايه يعني. حتى انا الحاجه الوحيده قريتها طبعا بنقدر طبعا خالص تعازينا لجماهير نادي الرجاء في وفاه المشجعه اللي توفت قبل انطلاق المباراه بسبب التدافع. ربنا يرحمها ويصبر اهلها صغيره يعني بنت صغيره جدا في السن يعني ربنا يرحمها. ودايما ننادي ان يا ريت يعني اللي راح يتفسح يبقى يعني دي صعب جدا. الامر كان صعب جدا ده حقيقي يعني تخرب اهل البيت يعني ناس بنتهم او ابنهم رايح يتفسح راح يعني ترفيه بيجي لهم خبر وفاه فحاجه بصراحه صعبه جدا جدا وشديده وربنا يصبر اهلها. فانا بصراحه قلت نفسي هو الجمهور راح عمل ايه. طبعا محمد كان متواجد هناك وشفت بصراحه على الموبايل بتاعه فيديوهات يعني فعلا كان واضح ان كان في القاء لزجاجات مياه ما بين الشوطين على لعيبه النادي الاهلي وعلى الحكام. برضه في نهايه المباراه كان في تكسير كراسي وطبعا المخرج طبعا يعني ما انا اسف يعني اللي ما عادش كره الكهرباء اكيد مش هيورينا مش هيجيب اللقطات دي مش هيجيب اللقطات دي عشان يقول لك انا بحمي جماهير نادي بلدي يعني ده مفهومه يعني اوكي حر يعني هو اللي معاه الريموت. لكن المراقب والمنسق الامني سجلوا كل ده وسجلوا التدافع اللي حصل قبل بدايه المباراه طبعا. ولو كان في كمان سابقه للرجاء في حاجات مشابهه فالعقوبه بتبقى متضاعفه زي اللي هيحصل مع وجهه نظري اهو عشان نبقى واضحين مع بعض. 99.9 ماتش الترجي والاهلي ذهابا في رادس ده بدون جمهور ده كلام مؤكد بنسبه 99.9 واي حاجه انا اسف اهو اي حاجه اخرى تحصل لا مش هيحصل يبقى لا بقى لا مش هيحصل يبقى لا بصراحه. طيب نروح بقى الماتش الترجي والاهلي طيب ونتكلم برده على الاحداث لان برده خلي بالك بصراحه اللي حصل في ماتش الترجي والشبيبه ده يا راجل مشجع داخل بمنشار كهربائي ده كارثه. ايه ده كارثه منشار ده انا نفسي افهم ايه المنطق دخل بيه ازاي يعني يا جماعه لا هو رايح بيقطع في الحديد ايوه يعني وما خدوش يعني انا قلت هياخده هيبيعه بالكيلو ولا حاجه هناك ما اعرفش كيلو الحديد في تونس بكام دلوقتي والله مش عارف بس ايه المنطق ايه ده ازاي يعني معلش مع كامل احترامي وحتى انا والله ما اعرفش بصراحه مسؤول نادي الشبيبه القبائل ازاي اصلا وافقوا ينزلوا يلعبوا في الاجواء دي. المراقب رفض كان مراقب مغربي رفض ان المباراه يعني ياخد قرار بالغائها واصر على استكمال المباراه وبعد المباراه فريق الشباب يقدم شكوى للاتحاد الافريقي بس هم قدموا شكوى رسميه للاتحاد الافريقي بس بيطالبوا باعاده اللقاء باعاده اللقاء لا ما اعتقدش اللقاء يتعاد هي يعني بنسبه كبيره هيبقى في عقوبات بدون جمهور عقوبات هو بس هي الفكره في حته ان انا اعتقد في السنوات الاخيره محمد الترجي كان عنده مشاكل برضه في حته الجماهير ده اخر ثلاث سنوات اتعاقب بنفس المشكله دي على نفس المشكله ثلاث مرات مره اربع ماتشات بدون جمهور منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ المره الثانيه المباراتين ايقاف التنفيذ اتنفذوا المره الثالثه كانت في غرامه ماليه بسبب استخدام شماريخ فدي المره الرابعه في ظرف حوالي 3 4 سنين وواضح من بيان الكاف ان بصراحه الكاف طلع بيان لوحده وقال لك ان انا يعني اللقطتين او المشاهد اللي انا شفتها في الماتشين لن يمروا مرور الكرام بالمناسبه لو تاخد بالك والناس اكيد بتتابعنا من خلال صفحه يلا كوره قبل بيان الكاف ب 24 ساعه كنت تواصلت مع مسؤول في اللجنه التنفيذيه وقال لي نصا بالفعل هذه الاحداث لن تمر مرور الكرام وقال كمان نقطه مهمه جدا قال لجنه الانضباط هتاخد عقوبات صارمه على هذا الامر وكل الاحتمالات وارده احتمالات وارده يعني ايه يا كريم يعني ماتش. لا ماتش لا احتمالات وارده يعني ايه بص واحد ممكن يكون المتاهل هو شبيبه القبائل واستبعاد الترجي اوكي زي ما حصل مع النجم الساحلي زي ما حصل مع النجم زي ما حصل مع وفاق الصيف صح بس وفاق الصيف انا فاكر وفاق الصيف ساعتها الماتش ما اتلعبش بالظبط الماتش ما كملش الحاجه الثانيه ان المباراه تكون بدون جمهور ولكن خارج تونس اوكي الحاجه الثالثه ان المباراه تتلعب في تونس وعلى استاد رادس بدون جمهور ولكن بضمانه امنيه حكوميه تونسيه ان الاحداث دي ما تتكررش ثاني لان هم لو عايزين ينقلوا المباراه دي في تونس بس غير ملعب رادس ما لقوش الملعب الوحيد المعتمد في تونس هو ملعب رادس حتى اتحاد المانشستير في دور المجموعات اضطر يلعب في رادس لان كل الملاعب صفاقس سوسة المانشستير مش مطابقة للمواصفات في الادوار النهائيه ممكن تلعب التمهيدي ممكن تلعب المجموعات في مراحل معينه لكن الادوار النهائيه ليها كاتيجوري اعلى شويه
فرادس هو الملعب الوحيد اللي بتتوفر فيه كل الشروط دي، ومع ذلك شفت الخروقات الامنيه اللي تمت بالظبط. وبالتالي طبعا احنا اعتقد يعني بناء على الكلام ده قرار لجنه الانضباط لن يتاخر، لان هو لو في امكانيه بنقول تاني لاعاده مباراه شبيبه القبائل والترجي، لان بحسب كلام المصدر لمحمد مزناعي يلا كوره كل الاوبشنز متاحه، فانت عايز النهارده طبعا صعب سريع. جدا عايز قرار سريع انك مش هتاجل ماتشين المواعيد مباراه نصف النهائي، لان الاجنده مضغوطه جدا 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 باش تلعب فيها. طيب بمناسبه مواعيد مباراه نصف النهائي طبعا. ودي مفاجاه لكل الناس لسه من لحظات قبل ما نبدا تسجيل، لقاء الذهاب ولقاء العوده في اتفاق مبدئي ولكن لم يعتمد رسميا ان تكون المباراتين يوم الجمعه. أوكي. يعني 12 مايو الذهاب في تونس، 19 مايو العوده في القاهره، وده ممكن يخلينا نروح بقى لماتش الحرس يوم 9 مايو. هتلعب 9 مايو و12 مايو ولا يوم 9 ده هيتاجل؟ لا اكيد اتاجل طبعا، اكيد هيحصل تاجيل، لازم يحصل تاجيل بكل تاكيد، لان هيبقى صعب جدا ان الاهلي يعني يلعب يوم 9 في القاهره ويسافر عشان يلعب يوم 12 في تونس. انتوا عارفين ماتش الذهاب ان شاء الله هيكون في تونس وماتش الاياب في القاهره، وطبعا اذا ان شاء الله باذن واحد احد النادي الاهلي تاهل للنهائي هيبقى العكس، الذهاب هو اللي في القاهره والاياب في المغرب او المغرب او جنوب افريقيا. انتوا عارفين طبعا خلاص الاتحاد الافريقي بنكرر تاني لغى فكره اقامه المباراه النهائيه من مباراه واحده، ويعاد للنظام القديم ان ماتش الفاينل يبقى من مباراتين بس. طبعا ده مهم جدا جدا برضه عشان بنقول المعلومات عشان الناس تعرف ان تاكد غياب صانع الالعاب الليبي حمدو الهوني عن على اقل تقدير ماتش الذهاب، مليون في المية هو بره، مصيب في المباراة الأخيرة. هو عنده طبعا إصابة يقال إن هي هتاخد شهر، يقال هتاخد شهر، بس لافترض خدت يعني الطاقم الطبي قدر إن هو يعني يجهز اللاعب يعني أسرع من عملية إشفاء اللاعب، فيبقى في احتمال يلحق الإياب في القاهرة، لكن أكيد حمدو الهوني لن يكون متواجد مع الترجي في مباراة الذهاب في رادس.